السلام عليكم اخواتي الكريمات، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا باحسن احوال وانتم تشاهدوني في هذا الفيديو. نشكر كل اختي تدعمني في هذا في قناتي على اليوتيوب، ومرحبا بالجديدات. اذا كنتوا اول مره تشاهدوني في هذا الفيديو، ما تنساوش ابوني وديروا على الجرس باش يطلعلكم جديد الفيديوهات. كما راكم تلاحظوا معايا، اليوم راح ندير لكم هذا الموديل. سيت اون مانش عاديه، خدمت الكول، راح نخليه لكم في اخر هاوليك الكول في اخر الفيديو، نخلي لكم كيفاش راح يخرج اكزاكتومون. دونك هنا راح نوري لكم كيفاش نبداو نتعلموا كيفاش نديروا لي مانش، لخاطر سهله. ومن بعد في الفيديو القادم ان شاء الله نوري لكم كيفاش راحين ندوروه، لخاطر انا برسك درتو هذا على شكل في كما راكم تلاحظوا معايا. دونك كيفاش راحين ندوروه؟ نبداو على بركه الله. انا هنا بديت نسيت نكاميري لكم، على حسب لي كنت نكاميري فينا المانو. دونك نبدا بالخيط الاخر. الخيط كيما مولفين، الخيط على زوج، الحرير والمسلك. هاوليك اكولا اللي خدمتها انا، درت هاد القماش ما لقيتش حصلت في الكولور، دونك خدمت لا كولور لا بوردو هادي ولا هادية، كيفاش راهي تبان لكم هادية. دونك هنا خيط واحد اخر، نبداو بعقدة البداية. نبداو على بركة الله، بسم الله. اذا انا خدمنا عقدة البداية، نبداو نطلعو بواحدة زوج ثلاثة مع عقدة البداية. اذا عندنا اربعة، نلف الخيط ونعاود نولي الاولى وندير عمود ذو لفه. راح نخدمو دائما بعمود ذو لفه واحده. اذا ثلاثه سلاسل مع عقده البدايه، عندي زوج اعمده فوالا. اذا ثلاثه سلاسل مع العمود ذو لفه، عندي زوج اعمده. نزيد الثالث، العمود الثالث ذو لفه واحده، الرابع، وندير ثلاثة سلاسل، واحدة زوج ثلاثة. نعاود نرجع دائما للماي الأولى ولا السلسلة الأولى، ندير عمود ذو لفة. إذا راح ندير ربعة أربعة أعمدة، ثلاثة سلاسل وأربعة أعمدة. نعاود نشرح، طلعت بسلاسل، درت بعد عقدة البداية طلعت بسلاسل ثلاثة سلاسل، درت عمود لفة في السلسلة أو في السلسلة الأولى لا ماي الأولى، ثم درت أربعة أعمدة ذو لفة واحدة، ثلاثة سلاسل أربعة أعمدة ذو لفة واحدة. الآن نطلع بثلاثة سلاسل، أقلب العمل وندير أربعة سلاسل أربعة أعمدة ذو لفة واحدة، زوج ثلاثة أربعة، ندير ثلاثة سلاسل وأربعة، نحي شوية الخيط، وأربعة أعمدة ذو لفة واحدة. وأربعة ثلاثة أربعة، هاولي كيفاش راك تلاحظو معايا وين راني، هايليك. نعاود نطلع بثلاثة سلاسل وندير أربعة أعمدة، واحدة زوج ثلاثة أربعة، ثلاثة سلاسل. اللي حبت الأخت اللي حبت دير ثلاثة أعمدة وثلاثة سلاسل حرة، اللي حبت نقص من عدد السلاسل هي أيضا حرة. المهم العدد اللي حطلع به من هنا، تقدر تدير عمود لفتين، هي حرة تماما الأخت في الاختيار ولا في طريقة العمل. فوالا. دونك هنا واحدة زوج ثلاثة، راح نطلع هنا
بأربعة ثلاثي ثلاثة أربعة، رح نتفهمو علاش. نقلب العمل وندير أربعة أعمدة ثم ثلاثة ثلاثي أربعة أعمدة. إذا هاوليك بعد ما درنا خمسة أدوار، انتظر أحلى الخيط مزيان فيل. إذا نعود لها، نعود الكاتريام عمود ولا كاتريام بريد، درت واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة أدوار. إذا كندر خمس نكون درت أربعة، نكون في نفس جهة أربعة سلاسل اللي درناها، الواحدة اللي درناها. إذا راح نلوي الخيط مرة واحدة وندير ندخل الأربعة سلسلة وندير عمود ولفة واحدة، سلسلتين عمود ولفة واحدة، سلسلتين عمود ولفة واحدة، ندير هكذا ستة مرات. إذا كملت سلسلتين عمود ولفة واحدة، سلسلتين عمود ولفة واحدة، نكمل سلسلتين. إذا شحال عندي هنا؟ واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة، العمود الأخير عمود ولفة واحدة. هاوليك عندي ستة. نجي لهنا وين كاين ثلاثة سلاسل وندير إن ماي سيري، وندير سلسلة وأقلب العمل. حندخل في الفراغ الأول، عندي ستة أعمدة ذو لفتين بينهم سلسلتين سلسلتين سلسلتين. إذا في الفراغ الأول أي ما يقابل خمسة فراغات، في الفراغ الأول حندير ثلاثة أعمدة ذو لفة واحدة، واحدة زوج ثلاثة سلسلة ثم إن ماي سيري. ندخل الفراغ الثاني وندير إن ماي، أتذكر إن ماي سيري، وندير سلسلة ثلاثة أعمدة هكذا إلى نهاية هذا. راح يشكل لكم الوردة الجانبية هاي لك، الوردة الجانبية هاي لك. دونك راني ندير نخدم هادية. نكمل، درت سلسلة ارتفعت بسلسلة، إذا راح ندير إن ماي سيري، إن ماي سيري سلسلة ثلاثة أعمدة ثم ماي سيري سلسلة، وأنتقل إلى الفراغ الثاني. إذا عندي عمود واحد، ندير الثاني. هذه الطريقة تقدروا تخدموها أيضا بالخيط على واحد، مش بخيفاغ أنا باش نجي واقفة الخيط على زوج، ولكم الاختيار أخواتي الكريمات. واحدة زوج ثلاثة. الآن حندير سلسلة وندير إن ماي سيري وندير زوج سلاسل. هنا في الأخير ديرو زوج سلاسل، ما تنسوهاش هاد زوج سلاسل ما تنسوهاش. إذا حندخل لثلاثة سلاسل تاع هنا، ندير واحد، نعود نولي ونديرو أربعة أعمدة بيناتهم ثلاثة سلاسل، أربعة أربعة أي ما يعادل ثمانية أعمدة بيناتهم ثلاثة سلاسل في الوسط. واحدة زوج ثلاثة ثم أربعة أعمدة، واحدة زوج ثلاثة أربعة. إذا نطلع بثلاثة سلاسل ونعاود ندخل فراغ تاع ثلاثة سلاسل، ندير أربعة أعمدة. كما سبقت قلت لكم هنا ثاني أيضا تقدروا تنقصوا من ثلاثة أربعة أعمدة، ديروا ثلاثة أعمدة، ديروا سلسلتين حسب اختياركم. وهذا الموتيف ما يديش بزاف الخيط، وطريقة سهلة باش تخدموا به الكول، وما يديش هو خاصة ما يديش بزاف الوقت، ما يحكمش الوقت بزاف.
طريقة سهلة وهو بزاف شباب. اذا هنا درت 4، لاحظوا معايا راني هنا بعد ما درت الدور الثاني راني في نفس جهة الوردة. ماذا يعني؟ انني سوف ارتفع هنا باربعة سلاسي، 3 4. هنا درنا خمسة، لكن هنا من الآن وصاعدا حنديرو 4، لا درنا هنا 5 باش نلقاو الفراغ ولا 3 سلاسل اللي راح نحكمو فيهم الوردة هذه. لكن هنا راح نحكموها هنا في 2 سلاسل اللي قلت لكم بلاكو تنسوها في نهاية الوردة. أقلب العمل نكمل، 1 2 3 4 وندير 3 سلاسل، نكمل 4 سلاسل، 4 أعمدة عفوا، 2 3 4. إذا راني في السطر الثالث ولا الدور الثالث. أقلب العمل أكمل، 1 2 3، هنا 3 فقط وأكتفي بذلك. إذا لدي 4 أعمدة، أعتذر، إذا لدي 4 أعمدة، نكمل 4 أعمدة كالمعتاد ونعود نرجع لكم. إذا هاولي كرانا نكمل هنا. إذا ندخلوا بعد ما كملت 4 أعمدة حندير عمود ولفة واحدة وندخل في الفراغ تاع 4 سلاسل، 2 عمود ولفة واحدة. إذا كما اعتدنا حنديرو 6 فراغات، حنديرو 6 فراغات، 1 2 1 2 1 2 إذا لدي 3 4 5، حندير الأخير. وهنا لاحظوا معايا راح نربطو وين درت، ولا حندير إن ماي سيغي وين درت 2 سلاسل، نرتفع بعمود نرتفع بسلسلة ونعاود نقلب العمل تاعي ونعمر الفراغات كما اعتدنا عليها. نعمل الفراغات كما اعتدنا عليها، 1 2 3، 3 أعمدة. الأعمدة اللي خدمت بها هنا هي جميعها عمود ولفة واحدة، 1 2 3، زوج. إذا عندكم أي تساؤلات خلوها لي في الكومنتات، إن شاء الله راح ندير لكم نفهمكم، إذا ما فهمتوهاش نعاود ندير لكم فيديو عليها. والأخت اللي وعدتها ندير لها فيديو تاع لي كاري أنا ما نسيتهاش، إن شاء الله في هذه الأيام نعاود نديرها لك، فقط لأنه مخصوصة الوقت. أعتذر عنكم. اذا درت في ماي سيغي 2 سلاسل وندير هنا 1 2 3، ندخل الفراغ اللي فيه 3 سلاسل وندير 4 3 سلاسل ونكمل انا حتى الطول اللي حبيته. انا هذا الاحمر اللي خدمت به خدمته ايضا مسلك وحرير كما سبقت قلت لكم. بهذا راح ندير لكم فيديو المقبل ان شاء الله كيفاش راح نديرو نعاودو لكل هنايا. اذا راح نكمل انا هذا الطول، راح ندير 1 2 3 4 5 6 6، بالنسبه راح ندير 6
حندير ستات الاخرين باش نوري لكم كيفاش راح نوجدوا ولا كيفاش راح نديروا الكول تاعنا. انا ما حاش نخدم الكول هذا، ما حاش نخدمه كيما هذا، مي انا حنفهم لكم كيفاش راح نلويو باش يجينا ونكملوا عادي، ونكملوا هنا عادي. عندي طريقه راح نموديفي فيه، اذا راح نخدم برك جهه واحده بالاحمر هذاك. بالنسبه لل ليمونش انا درت واحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه وردات، درت سبعه وردات اي ما يقابل ملقيتش كومباغازا، ملقيتش باش ملقيتش المترا، اذا درت سبع وردات ما لقيتش المترا قدامي باش نحسب لكم. ان شاء الله في الفيديو المقبل نقول لكم شحال درت، ما يعادل بالسنتيمتر اكزاكتومون شحال يكون بلي مانش. هاوليك لا قبل حديرها لا كوموند، هي كوموند بلي مانش هاوليك ولا 3/4 يجيها اكزاكتومون. اذا ان شاء الله تنال اعجابكم الفيديو، الفيديو يكون شرحه واضح. وفي الفيديوهات المقبله ان شاء الله راح ندير راح نكمل كما قلت لكم، يكون الفيديو الاخر حول صنع الوردات ولا ما على باليش. نتو ليك عندي سلسله من الفيديوهات راح نحطها لكم ان شاء الله في هذا الاسبوع، و ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نبقيكم بخير وعلى خير اخواتي الكريمات، والى اللقاء. انتظروني في فيديو قديم، في فيديو جديد، ولا في الفيديو القادم، ماشي القديم، القادم ان شاء الله.